زميلي مش هنخرج ولا ايه؟ يا ابني الامتحان بكره. ايه ده انت رايح؟ والله هو في اختيارات؟ لا اصل انا مش متعود ان احنا نروح والله. خش يا عم ذاكر اي حاجه الله يخرب بيتك عشان نعرف نحل بكره. طيب جو تو هيل. لا ما احنا رايحين الهيل بكره يا حبيبي ما تستعجلش. ثاني يو سي يا برنس. بص يا اسطى قبل ما نخش جوه جاري بعدينا واذا توقف العقل نبدا بالنقل على طول كده. على الله رش ايدك ما حدش هيفيدك يا شيخ. وطالب بلا براشيم يا كسمكه بلا خشيمه كده. احلى مسا عليك. احلى مسا عليك. يلا بينا نظبط الدنيا. ايه ده ايه ده؟ ده عنصر التشتيت. يلا بينا. طب خلص اللجنه هتبدا تعمل ايه؟ يا عم عشان المدرس ما يقعدش هنا. خلص يلا بسرعه الاستاذ جاي. الوزارة بعت لنا فندام ولا ايه؟ مش عارف والله. الغش حرام والبرشام حرام. لا عمري ما غشيت. خلاص يا استاذ. حاضر. يا لهوي الذنوب اللي عملناها طول السنة هتطلع علينا دلوقتي. شكلها كده. أصل أنت تعرف إنك تضايق نظارات الشمس في أماكن مغلقة يؤدي إلى فقدان البصر؟ أدي النظارة أهي. وبعدين أنتوا قاعدين ورا كده ليه؟ تعالى اقعد قدام أنا عشان أشوفكوا، يا ابن اللجنة فاضية يا ابن أنت أهو. أستاذ ما ينفعش آخد التختة دي معايا؟ أصل أنا تعبت فيها والله. لا مش هينفع. خلص يلا. أنت ما ينفعش تضرب. لا سيلة بنا تقريبا ذكرتها قبل كده. كانت ايه كانت ايه؟ زقه 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 ايه وخرا الله يخرب بيتك هسقط من شغلتك خالص يا عم ساكت. كانت ايه يا ربي؟ واطلع اجري هو توك توك وشه فقري. ماشي انا حاولت احل بما يرضي الله. احل بقى بما لا يرضي الله. بقول لك يا قلنا الامتحان يا حاجه زي الفل والمصحف. بس الواد ده مفشخ بطاطا بطاطا جدا. احنا قفلنا اللجنه على ابو اللجنه. احنا هننجح واحنا صباح الزفت. يلا سيالة فين النتيجه؟ حاضر يا بابا الموقع بيحمل اهو عشان عليه ضغط. بس ده انت اللي هتجيب لي الضغط والسكر. بعدين انت قلقان من ايه؟ ده ابنك هيطلع من الاوائل. انا حالي كله من الكتاب. اوائل؟ الاوائل من ورا يالا. ايه ده؟ نسيت تكتب اسمي على الورق ولا ايه؟ بابا بص بص على الزور ده هتظهر لما تيجي على طول عمال ما انا اشوف بقى مين اللي بيخبط. مين؟ يا نهارك اسود يا نهارك اسود. معلش والله معلش انا اسف انا اسف والله معلش معلش. انا صرفت عليك 20 100 وادي النضاره هو يوم بس عاوز اشوفك في البيت تاني.